أرقام ومعلومات تكشف بأن الأسطول البحري الصيني سيصبح الأكبر في العالم، متجاوزاً البحرية الأمريكية القوة الضاربة في العالم. الولايات المتحدة نفسها توقعت سابقاً بأن الصين سيكون لديها 360 سفينة حربية مع انتهاء العام 2020، أي أكثر مما تملكه البحرية الأمريكية بحوالي 60 سفينة، ما يجعل الصين القوة البحرية الأولى في العالم. ووفقاً للإحصاءات الأمريكية، فقد تضاعف حجم البحرية الصينية 3 مرات في عقدين فقط، من بناء الغواصات الحديثة وحاملات الطائرات والسفن الهجومية البرمائية، وأيضاً غواصات الصواريخ النووية الباليستية بمعدلات تنذر بالفعل بالخطر. ومن بين السفن الصينية المدمرة الصاروخية الموجهة من نوع D-052، وأيضاً طرادات من نوع 052، وهي عبارة عن 75 سفينة صغيرة مثالية لبيئات المحيط الضحلة مثل بحر الصين الجنوبي حول تايوان. وتمتلك الصين أيضاً نظام دفاع بحري مماثل بالقرب من بحر الصين الجنوبي لحماية البر الرئيسي، الذي يتكون من 3.3 مليون كيلومتر مربع من الجزر الاصطناعية المحصنة بشدة بالصواريخ والمدارج وأنظمة الأسلحة. ومع هذا التفوق الكمي والعددي ربما للبحرية الصينية، فإن تحليلات عسكرية تبقي على الولايات المتحدة في طليعة القوى البحرية الأولى في العالم من حيث الكفاءة والقدرات القتالية الفائقة.